وبمناسبة شهر رمضان الكريم، فإن الموائد العربية ولا سيما الجزائرية منها تتشكل وتتلون بأجمل المأكولات التي تميز المطبخ الجزائري عن غيره لكونه واحداً من المطابخ الغنية بمأكولاتها. وفي هذا الصدد نستعرض أبرز الأكلات التي اشتهرت بها الجزائر: الشكشوكة، وهي أبرز الأطباق التي يشتهر بها الشرق الجزائري، وهي طبق للأفراح والمناسبات. أشهر أنواعها الشكشوكة القسنطينية، والشكشوكة البسكرية، والشكشوكة البوسعادية. أغلب الجزائريين تذوقوا هذا الطبق، لكن تاريخه لا يزال مجهولاً وقصته تخطف الأنفاس. بالعودة لأصل هذه الأكلة التقليدية، لا توجد معلومة دقيقة حوله. بالرغم من هذا، فإن أصلها على الأرجح أمازيغي نظراً للتسمية التي تتحلى بها. لكن ما سبب ظهور وانتشار هذا الطبق؟ تعتبر الشكشوكة من بين أشهر الأطباق في الجزائر، خاصة في المنطقة الشرقية، ولا يمكن الاستغناء عنها في الأعراس والمناسبات. وفيما لا تتوافر معلومات دقيقة حول تاريخ هذا الطبق، يرجح أن يكون إرثاً جزائرياً أمازيغياً قديماً بالنظر إلى اسمه. ويقال إن هذا الطبق كان رد الفقراء على طبق الأغنياء المعروف باسم المصور. ففي القديم كان أثرياء الجزائر يتفخرون على الفقراء بشي اللحم خارج البيت وأمام أعين الجميع، ثم يدعونهم للوجبة الدسمة التي يرافقها عادة خبز مصنوع بطريقة خاصة جداً. ويبدو أن هذا الطقس الموغل في التباهي أثار الطبقات الدنيا، فكان لابد من رد مطبخي بليغ، وهكذا ولد طبق الشكشوكة الذي يعد رد فعل على الطبق الأول المصور. تصنع الشكشوكة من خبز لا تهم دقته ولا مدة طهيه، بل يؤخذ كعجينة صغيرة يلقى على صفيحة مستديرة لينضج بعد أقل من 5 دقائق، ثم يقطع في لا مبالاة ظاهرة، بينما تطهى كمية صغيرة من اللحم في حساء خضار محلي بدون تكلفة تقريباً. بعدها يلقى الخبز في الحساء ويخلط المجموع.